بالنسبة لدايرة الهواء، من الجهة الأخرى بداية بالخرطوم اللي هو يعتبر وسيلة اتصال الهواء بين العربيات كلها والجرار، بما فيها جزرة ماشي كده. العربيات بتشتغل على نظام هواء كنور، الهواء كنور بتشتغل على نظام اللي هو الفرامل بالهواء. المكونات الأساسية للدايرة خرطوم الهواء، بل في التقسيم الرئيسي مجموعة المواسير الموصلة لتوصيل الهواء للأجهزة بتاعة الرباط، بتنتهي بمجموعة المواسير أسفل الشاسيه أولا، بل في التقسيم الرئيسي. بلف التقسيم الرئيسي ده المسؤول عن أو مسمى بالتريبل بلف أو بلف التقسيم الثلاثي. بلف التقسيم الثلاثي ده بيتكون من ثلاث أو له وظائف ثلاثة، أولا الشحن ثم التصريف ثم الرباط. بداية أجهزة دائرة الجهاز أو على العربات المركبة على بواجي جنز وتعمل بنظام كنور بتشمل الآتي: الجهاز اللي هو الاساسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو بلف التقسيم الثلاثي، ثم خزان الهواء، ثم منع الزحف، ثم مجموعة اجهزة ملحقة في المنظم الحمل. بداية بالنسبة لبلف التقسيم الثلاثي، في حالة أما نشحن أو نبدأ إن احنا نمرر الهواء، أول حاجة بيخش الهواء كفة الهواء أو كفة الخرطوم عن طريق الخرطوم مع محبس الهواء في بداية العربية، مرورا بماسورة الهواء 70 اللي هي الماسورة الرئيسية، التقسيم. بل في التقسيم بيعمل عملية شحن أول بأول وظيفة له اللي هو شحن خزان الهواء اللي هو عنده، بياخده منين؟ الجرار، من كومبريسور الجرار، بيبدأ يمرر الهواء لجميع العربيات اللي هو خلف الجرار. كل عربية بتاخد الخمسة بار بتاعها اللي هي ساعة الخزان الرئيسي للعربية، بتاخد الهواء عن طريق ماسورة الهواء 70 عن طريق الفلف بيبدأ يوم جاي شاحن، يوم بأول عملية اللي هو عملية شحن الهواء يعني بيغذي الخزان اللي هو خزان العربية الرئيسي، بياخده الخزان بيتملى قيمة الخمسة بار بتاعته، فبيسمح بعد كده هو لمرور الهواء مرة أخرى عن طريق الماسورة الهواء 70 تاني للعربية التي تليه، وهكذا يتم شحن جميع عربيات القطار. يبدأ دلوقتي
في حاله ان احنا بنبدا نبدا شغل العربيه في حاله الرباط. في حاله شغل الرباط انا عندي ان الخزان بيبقى واخد 5 بار او 5 بار جوي، ضغط بار جوي بيبدا اساسا في حاله الرباط. هو كده شحن، بيبدا بيقوم جاي ايه قافل على كل على غرفه الشحن، ويبدا ان هو هيبدا في حاله ان انا اعمل عمليه رباط للعربيه عن طريق جرار القطار اثناء المسير. بينزل معايا بالهواء عن طريق يد الفرامل، بيسقط بضغط الهواء عن طريق اليد في الجرار من 5 بار ل 3.8 عن طريق تصريف الايه كميه من خزان الهواء المشحون بالعربه الى الضغط الجوي الخارجي. يبدا يعمل عمليه البال في التقسيم، يبدا يحس ان في سقوط في معاه في الهواء من 5 بار ل 3.8 عن طريق بال في التقسيم. يبدا ايه غرفه الرباط، ادي ثاني وظيفه له رباط، بيقفل ايه بيبقى عن طريق ان هو يصرف عن طريق البلف قيمه الهواء الخارج منها، ان هو بيعمل ايه عمليه سقوط في كميه الهواء. تبدا اجهزه الايه الرباط عن طريق اجهزه المواسير اللي هي رايحه لاجهزه الرباط اللي هي تعتبر على كل عجله. على كل عجلة يركب بريك سلندر او اليونت او اللي هو على البوجي الواحد، بيركب 4 اجهزة. بيبدأ ياخد الهواء بتاعه عن طريق جهاز الاربعة خط اللي هو بيغذي ده، جهاز الاربعة خط بيطلع منه عن طريق الماسوره المؤديه المغذيه الى الخرطوم اللي بينتهي، بيوزع الهواء على الاثنين بريك سلندر على العجله الواحده، بحيث ان بيديها كميه دفعه هواء متساويه في الرباط على العجله. بمعنى ان هو دلوقتي المتحكم ان هو بيدي كميه الهواء اللي هي واصله بتغذي البريك سلندر على كل عجله ودفعات متساويه، بحيث ان العجله في حاله الرباط ان اتنين بريك سلندر بيضربوا مع في ثانيه واحده او في لحظه واحده على العجله، او بيقرب الجهاز باللقمه المسؤول عن تقريب اللقمه على العجله على العجله في حاله الرباط. وهكذا بيربط في حاله الرباط، بيستغرق الزمن في الرباط على العجلة بيستغرق من زمن من 3 لـ5 ثانية. بعد كده بيبدأ عملية التصريف في حالة مسير العربة مرة أخرى. بيبدأ حالة التصريف إن أنا بعيد شحن العربة أو الجرار عن طريق الجرار، بيبدأ يضيف كمية الهواء الفائدة مرة أخرى عن طريق غرفة الكنترول شامبر ببلف التقسيم. بالتالي اصبح ان كميه الهواء اللي خرجت عن طريق عن طريق الهواء الجوي عن طريق بلف التقسيم بيعاد ضخها مره اخرى الى الخزان، بحيث ان هو يصل الى مره اخرى الى كميه الهواء اللي هي 5 بار مره اخرى في الخزان الرئيسي للعربه. في هذه الحاله بتبقى ايه هذه اول وظيفه اللي هو شحن. وبعد الشحن الرباط بيقوم بالوظيفه الثانيه اللي هو البلف التقسيم الثلاثي اللي هو وظيفه التصريف. معنى كلمه التصريف ان هو ان وظيفه التصريف بتقوم شحن وتصريف في وظيفه واحده. في وقت ان هو بيشحن بيبدا ان هو يعمل عمليه تصريف للقم الفرامل على العجله مره اخرى، الهواء او تصريف اللقمه عن العجله. بيبدأ بعد كده العربية جاهزة للمسير في خلال من 18 لـ22 ثانية
مع شحن الخزان الرئيسي للعرب. الجزء الأهم في العربية أو في الدائرة، دائرة الهواء. الجهاز الهواء جهاز اسمه الانتي سكيد او جهاز منع الزحف. جهاز منع الزحف بيتغذى عن طريق جهاز الاربع خط اللي احنا اتكلمنا. بيبدا هواء وبيعمل المسير بالنسبه للعربات. وظيفه الجهاز بقى ايه؟ وظيفه جهاز الانتي سكيد او جهاز منع الزحف، منع زحف العجلة على القضبان أثناء الرباط الشديد. يبقى أول وظيفة لجهاز منع الزحف، منع زحف العجلة أثناء الرباط الشديد على القضبان. تاني وظيفة في حالة زرجنة الرباط في دايرة الرباط، حالة زرجنة دايرة الرباط وعدم تصريف العربة أثناء بعد الرباط، بعد رباط العربية أو في أثناء الرباط للوقوف حالة زرجنة عدم تصريف العربة. بيبدأ وأثناء المسير، في حالة أثناء المسير والعربية أو العربة ما زالت في حالة رباط، بيبدأ الجهاز وظيفته تبدأ إن هو يعمل إيه؟ على عملية رجوع اللقمة مرة أخرى عن العجلة أثناء المسير للعربة، بحيث يمنع انزلاق العجلة أو البطح اللي بيؤدي يعني اثناء الانزلاق او الانزلاق الشديد للعجله يؤدي الى البطح الشديد على طبان العجل. وجود الجهاز دوت، وجود الجهاز بتاع منع الزحف بيؤدي الى عدم انزلاق العجله مع القضيب، يمنع عمل البطح الشديد للعجله اثناء المسير. بالنسبه للجهاز الثالث، الجهاز المركب او الجهاز الثالث الاساسي بالنسبه لدائره الهواء جهاز السنسور او جهاز منظم الحمل. وظيفه جهاز منظم الحمل معايا في دائره الهواء، بيعمل على الاحساس بالوزن العربه للاحتياج للقوه إذا كانت العربة في حالة الوزن فاضي، بيعمل على توزيع أو الإحساس بحمل العربية بحيث إن هو يعمل على دفعات الهواء المتساوية المناسبة لرباط العربة في حالة أما في حالة العربة محملة بالركاب، يعمل الجهاز في هذه الحالة بالإحساس بالحمل مع وزن العربة فارغ ومحمل بإعطاء قوة هواء توصيل لزيادة القوة الفرملية أثناء المسير. يبقى الجهاز الحمل يعمل على زيادة أو خفض نسبة أو كمية الهواء المسموح بها
بالمرور للأجهزة الرباط على العجلة البريك سلندر في حالة وزن العربة فارغ أو وزن العربة محمل بالركاب. العوارض، أهم العوارض في دائرة الهواء كنوك. أول حاجة التنفيس، التنفيس عن طريق وجود تنفيس بين وصلات الخراطيم بعضها، إما عن طريق وصلة الخرطوم مع الماسورة الهواء 70 أو مما يؤدي إلى عدم كفاءة دائرة الهواء. نمرة 2، عدم تشغيل أو عدم صلاحية أجهزة منع الزحف، إما عن طريق عدم تشغيلها بكفاءة أو عن طريق تسريب في الوصلة ما بين مواسير الهواء والخرطوم المؤدي إلى جهاز منع الزحف. كيفية اختبار جهاز منع الزحف؟ كيفية اختبار جهاز منع الزحف؟ مش عندك بكرة؟ كيفية اختبار جهاز منع الزحف؟ رباط العربة عند عمل عملية، عند عمل تجربة رباط للعربة، لاختبار ارتجاع او ارتداد جهاز البريك او لقمة الفرامل على العجلة عن طريق بكرة جهاز منع الزحف. الاختبار ان انا اشوف البكرة في حالة الرباط بنزولها الاسفل او الاعلى، واراقب حركة جهاز البريك سلندر على العجلة. في حالة الاختبار او الجهاز السليم يبدأ عملية تفريغ هواء عن العجلة، يبدأ الرجوع بالنسبة للقمة الهواء بلقمة الفرامل على العجلة. اختبار سليم، اما اذا لم يتم تشغيله فيتم الكشف عليه. تاني عارض بالنسبة العارض الثالث والأهم وجود عارض في ملف التأثير. العارض الرئيسي لعملية عدم الرباط والتصريف للعارضة. ازاي اكشف عليه؟ بعمل تجربة رباط وتصريف على العربة. في حالة عدم الرباط او عدم التصريف او تأخر زمن التصريف او زيادة الرباط او زيادة زمن التصريف، يعني وجود خلل في بلف التقسيم، اي لا يقوم بعمله على الوجه الاكمل. الكشف على جميع وصلات المواسير المؤدية إلى جميع وصلات المواسير بفرش العربة إلى أن تنتهي إلى العجلة. ويمكن بالكشف الظاهري هو أثناء التجربة بتحديد مكان العارض، ويتم الإصلاح إما بتغيير الجزء أو في إذا كان يحتاج لتغيير بلف أو كان خرطوم أو زيادة رباط.